انا بارلمان البارح ما لقيتها يعني انا صدقني مشيت ديت معايا وريقاتي تسمعي مسائيه مشينا كاملين فعلت الكوميساريه في الباب ديال الكوميسيه تتحلف عليا خرجي عندي لك بحال هكا غنت المهم انا لو وقعت لي شي حاجه ولا تعرضوا لي في الزنقه انا تنقولها قدام الناس كاملين انهم هما السبب اي حاجه توقع لي في الزنقه هما السبب باش نقول حتى لجان الامن الا وقعت لي شي حاجه هما مشكل مع مولا الدار انا يلا كريت سيمانه دابا جابتني مولا الدار وبنتها لهنايا للدار كريت مولا الدار تخاصمت مع راجلها داروا السبابية انا بغا يديروا لنا الطريق بصافي راه جاي الحبس بغا يدير لنا الطريق هي هما اصلا عندهم مشاكل من نهار انا نهار كنت جايه لهاد الدار الجيران كامل قالوا لي ما تسكنش هادا ما عندهم مشاكل دار بينها ما بعدياتو شحال تقريبا ديال المده باش سكنت انا عندهم في الدار هنا دابا شي سيمان يلا سيمان بالسيف وانا 10 سنين وانا في الغزو اول ناس نلقى معاهم مشاكل كريت هنايا سيمان السيده تخاصمت مع راجلها مشات ديك الراتبيه كتي تخرجها تخرجها انا عندي كونطرا عندي كلشي انا كاريب كونطرا مشات لعند المخزن قالت لي راه طايحه ليا مع راجل وهو اللي جابها للدار هو انا ما تنعرفش راجلها راه هي اللي جابتني هي وبنتها هما اللي جابوني لهاد الدار يعني هي اللي كرات لك هي اللي كاري لي هي اللي جابتني هي وبنتها وقالت لي لا راجلي اللي جاب وهادي راه حاجه ودار النقاب مسكينه ومشات للسعوديه وتتكذب الله ياخذ فيها الحظ المهم دابا مشات عند الكمساريه قالت لي طايحه ليا مع راجلي دابا انا يلا يلا جينا من يلا كنا في الكمساريه وجينا البارح صونات عليا كنت تعاير فيا خرجي ولا غنجي ندير لك وغنفعل لك وغنترك لك وغنفعل لك المهم اوديو عيرتني عيرتها ما نكذبش نقول لك عيرتني عيرتها في العشيه تعرضت لي هي ولد انا هي وبنتها انا خارجه من هنا للغزوه غدا انا وصاحبتي تعرضت لي خرجي ولا غندير لك وغنفعل لك غنايكل لك وجهك غندير لك غنفعل لك ما ديتش عليهم مشيت خرج الصباح جايه تدار بيا وراجلها هنا بغات تخرج حوايجها وما عرفتش باغا دير جايه تدفع عليا في الباب تطوق هي الفاعله يا بنت تاركه خرجي ندير لك نفعل لك ما حليتش عليهم الباب ما دويتش مع محلاش عليهم الباب ما حليتش الباب عيط ل 19 جاو البوليس هزونا مشيت انا مول الدار مشيت ديت معايا وريقاتي ديت معايا مسائيه مشينا كاملين فعلت الكوميساريه في الباب ديال الكوميساريه تتحلف عليا خرجي غندير لك بحال هكا غنهار غنجي ليها وكل نهار غنسخو وغنتحاموا عليها المهم انا لو وقعت لي شي حاجه ولا تعرضوا لي في الزنقه انا تنقولها قدام الناس كاملين انهم هما السبب اي حاجه توقع لي في الزنقه هما السبب وتنقول حتى لجان الامن الا وقعت لي شي حاجه هما السبب تتعاملي بخير مع راجلها والراجل كبير وكتكذب انا بارلمان البارح ما لقيتش يعني انا سد عليا بابي عندي بابي انا ماشي كاريه بيت انا كاين هما بابهم بوحده وانا بابي بوحدي وقالت لي من الصباح جيت لقيتها مع راجلي في الدار هي لا ما لقاتني لا مع راجلها لا مع ولاد يعني هنايا وهنا وانا لا حتى الباب ما حليتوش هي تدفع عليا الباب حتى الباب انا ما حليتوش باش نتفادى المشاكل هما هي باغي المشاكل وما باغي عينهم في باهم هي اصلا الباب قال لي انا ما عين ما باغاكش تشتي قال لي انا باغي نخوي ليه الدار باش تشكالي ما يتبقى لي في الدار صافي هادشي اللي باغي هو السبب هذا هو السبب وانا دايره من البنات متهماتك بالباطل دابا دي خيانه انا وانا هيدي انا تدي خدمه في الميناج هيدي غيبانين انها يدي ديال سامر اللي تمشي تدير وتتفعل وتترك انا تمشي انا عندي جوج بنيات عندي بناتي صغار خدامه على بناتي وباغا لهنا انا كريت انا كانت كاريه في دار اخرى بيتو كوزينه جيت كريت بابي بحال الا باش هنا السيده بغات دار مع راجل بغات تصيفط راجل الحبس قال لي خيانه حسن بيمشي لعند المخزن انا بواقي يعني المخزن قال لي سيري بركي في الدار ما عندكش حق تهضر معايا وهي تتهددني في الباب ديال الكوميسيه تتهددني غنجي لك وانا ثلاث ايام ما خرجتيش غنجي وندير لك انا ما قلت لها والو قلت لي عطيني 15000 ديالي وعطيني التعويضات وعطيني في ستريبورتو صافي نخرج بحالاتي صافي هادشي اللي قلت لها ما قلتش كلمه ديال العيب هي تتعرف والديا وغنشوفك وغنخصو لك وجهك وغنتعرضوا لك وغنحرشوا عليك وغنفعلوا لك شي هضره ما فيها ما يتسمع الرساله ديالي انا وقعت لي شي حاجه هما السبب والبوليس ما عندك منش خايف كي كي يا بوراقيك ما عندك منش خايف اللي يدير معاك كونط صافي هادشي اللي تنعرفو المخزن تيعرف الوراق دير معايا الوراق صافي ها ما ورخ عندي